السلام عليكم، تنور النبي. يما نطيب معكم نفرو ديال كاكي. غنحتاجو لترو من الحليب بارد بارد، غنحتاجو سكر، غنحتاج جوج ديال كاكي، فاكهة ديال كاكي ديال بحال مطيشة. بتمنها على بركة الله، صلوا على النبي. هنا أنا مونينيك، وضفنا ليها حليب بارد، ودابا نضيفو كاكي مقشر، حيدنا ليه المقشور ديالو. من بعد لي ضفت المكعبات ديال كاكي مقشر، دابا نضيف سكر، سكر كتبقى حسب الرغبة. وهنايا خديت كاطونة ضفتها سكر فقط، دابا نخليه يدوب. يعني كيكون ذهبي، كما كتشوفو يعني كبقى نقلبو كل شيء بمعلقة خشبية. هاهو دابا ولا اللون ذهبي، ودابا نخوي مباشرة في الموني عندي نقلو بالكراميل كاكي، فلو ديال كاكي بالكراميل. من بعد لي درت كراميل، دابا نخوي نفلو ديال كاكي، ودابا راني خويتو في المول كما كتشوفو. من بعد غندخلو في التناجة، يعني كيشد لينا هاد نفلو نفلو ديال كاكي بالكراميل. خطاكم نخلوها ليلة كاملة باش تشد الشد مزيان، ونا خليوها بعدا تلت ساعات على أقل باش تكون مزيانة من أحسن لينا كاملة. ودينتا بكاكي، وهادي هي النتيجة ديال نفلو بكاكي. وصلوا على النبي. النباتات الطبيعية.
الماركت راكم معايا في حديقة. الله الوطن الملك. هذا انت قربتي.